يغفر لنا عن ربك اصغى معي باذنك وعيناك. فالكون مملوء باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياك. كل طبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك. وكل صحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وقل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواك. بل سائل الاعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. واذا رايت النخل مشكوق النوى فاساله، يا نخل من شق نواك. واذا رايت الثعبان ينفذ سمه فاساله، من بالسموم حشاك. واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا، وهذا السم يملا فاك. الله 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 فوق الخلائق كلها، ان لم تكن تراه فهو يراك. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكليم روح كريمة صعدت الى رب كريم، نسأل الله الا يحرمنا اجرها والا يفتنا بعدها. نجلس سويا على موائد القرآن، حفص وورش وحمزة بروايات في القرآن يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني، فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالازهر الشريف، والحاصل على اول جمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. نسأل الله له التوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. وآل إبراهيم
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وإني
يحيطها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا هنالك دعا زكريا
إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصولا ونبيا من الصالحين الصالحين هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أن
الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يفعل ما يشاء.
كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وسبح بالعشي والإبكار وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ يختصمون. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا.
في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال الله يخلق ما يشاء. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من
فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ومكر الله الذين كفروا
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب
الحق من ربك، الحق من ربك، فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاء من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله قصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة دلنجان محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج عبود أبو شارب المقيم بطود. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.